قال أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. ده عندنا هنا في البلد دي. طب والليل عايش بقى فيه صفوف؟ والله يا ربنا لو ما رحمنا يكون ما في هوى ذاته. والله يا ربنا لو ما رحمنا الأرض تنشق وتبلعنا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام دخل على زينب وهو فزع ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت يا رسول الله أنهلك وبنا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وأي خبث أخبث من الشرك وعبادة القبور وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ده الأمر الآن نحن المفترض نحاربه بالعلم وبالدعوة، ونعلم أهلنا في البيوت. أي زول يبدأ بأبوه ويبدأ بمرته إذا متزوج، ويبدأ بأولاده وبناته، ويبدأ بأخواته، ويبدأ بعماته وخالاته. فلما أنزل الله على النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر قم فأنذر، صعد الصفا جبل الصفا قائلا يا صباحا يا صباحا يا صباحا، فاجتمعت قريش ومن معها فناداه وأمرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى. فقامت المشكلة منذ ذلك الزمن وذلك الوقت إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا حاصلة. السبب دعوة التوحيد ونهي الناس عن الشرك. والله الناس زيل، نحن لا نبذنا أبهاتهم، لا نبذنا جدودهم زي ما هم بيقولوا، ولا نبذنا قبائلهم، ولا عندنا مشكلة مع أي قبيلة. بل لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر على أخضر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب المشكلة شنو؟ المشكلة قلنا للناس أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لصوا الحجبات؟ قلنا له حجبات دي شرك. إنتوا قلت كده لما نحن. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الرقى والتمائم، تمائم الحجبات دي، والتولة شرك. التولة عرق المحبة اللي بيعملوه جماعة ذاته شرك. الرسول قال ده كله شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميم حجاب فقد أشرك. ده قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس اللي بدعوا غير الله، قال رسول الله، شوف ده كله كلام الرسول، اصفوا احنا ما عندنا كلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو دون الله ندا دخل النار. ده قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد يقول لك والله احنا بنحب النبي شديد. هل حب النبي نوبة؟ هل حب النبي تربط نصك وترقص بنصك زي الخيب؟ هل ده حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذب والله. ده ما عنده أي علاقة لا مع القرآن ولا مع السنة ولا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا مع الدين، ولا هو موجود في واحد من المذاهب الأربعة. أتحداكم ناس النوبة، أتحداكم، أتحداكم جيبوا لي الإمام مالك رقص وين؟ أصل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ما حتلقى فيهم زول رقص أبدا. لكن مش أنتم مالكية؟ قلتوا مالكية المذهب وشنو كده طريقتي؟ طيب أمسك في مالك، أتحداك جيب لي الإمام مالك رقص وين؟ عنده نوبة، نوبته لونه شنو؟ تقدر؟ نتحداكم، نتحداكم جميعا يا عباد القبور، والله نتحداهم جميعا. جيبوا لنا الإمام مالك كان عنده نوبة ولا كان جلد ما في؟ ولا كان تيس ما في الوقت ذاك؟ تيوس ما في؟ ما لا، أنا المدينة تيوس أكثر من حقاتكم دي. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أعرابي قال مر لي مما لله الذي آتاك فإنه ليس من مالي ولا من مال أبيك. النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم له قال له اذهب إلى ذلك الجبلين وبيناتهم كان في غنم كثيرة. قال له خذ ما شئت واترك ما شئت. فالغنم راكدة والطيوس راكدة، كانوا راكدة، عرفتها؟ جلد ما في كان. لكن دي كلها بدع وضلالات، ده يغشوا بها الناس وما قدروا يحفظوا الكتاب ونصوص السنة ويعلموا الناس علم الأئمة.
المستنبط من الكتاب والسنة، فبقى يرقص ويقول له الناس ده دين، وده كله كذب ما عنده علاقة بالدين، إضافة للشرك في الكلام ده الحاصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف على أمتي، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ففي قوله الأصغر معناته في شرك شنو؟ أكبر. ده دليل من أدلتنا الكثيرة إنه في شرك أكبر، لأنه النبي قال ده شرك أصغر، معناته في واحد تاني شنو؟ أكبر. ده واحد. الشرك الأصغر ذاته هو شنو؟ سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الرياء. والرياء أن يرائي الإنسان بعبادته، يعني يفعل عبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله كالصلاة، لا يصلي لطلب الثواب، وإنما يصلي لنظر الناس ليراه الناس، هذا هو الرياء، ليراه الناس ويمدحوه. ومن الرياء ما هو شرك أكبر. قال العلامة الفوزان: وهو كرياء المنافقين، قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن هو في الأصل هو الشرك الأصغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والشرك وإن كان أصغرا فإن الله عز وجل لا يغفر حتى الأصغر، إلا أن صاحب الأصغر لا يخلد في النار، ولكن صاحب الشرك الأكبر هو الذي يخلد في النار، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. والدليل على أن نوعي الشرك الأصغر والأكبر لا يغفران قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، كان أكبر كان أصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والشرك الأصغر من أخطر الأشياء، لأنه بيدخل حتى في قلب، ربما يدخل حتى في قلب الإنسان الصالح أحيانا. فعلى الإنسان أن يراقب قلبه، يراقب قلبه ويراقب نيته أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، ليس فيها رياء ولا سمعة ولا مراءة لأحد من المخلوقين. وأن يجعل الإنسان المؤمن بحق يجعل جميع أعماله خالصة لوجه الله الكريم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. فالإنسان يخلص النية لله عز وجل، ده الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر من أمثلته دعاء غير الله، زي الناس اللي بيمشوا للقبب وبيسألوا أسيادة من دون الله، أو ينادي زول حي يستغيث به لكن الزول الحي ده غايب، ده برضو شرك أكبر مخرج من الملة وكفر. لأنه ربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر، ودي الآية الجبال تليناها ودي تمامتها، لا برهان له به، ربنا قال: فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يبقى اللي بيدعو غير الله ربنا سماه كافر، ده الحكم العام، بعد ذلك جاهل ده موضوع آخر، لكن كحكم عام من دعا غير الله فهو كافر، الكفر الأكبر المخرج من الملة ومشرك. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله سمى شرك: ولا ينبئك مثل خبير. ومن أمثلة الشرك الأكبر أيضا الذبح لغير الله، ده شرك أكبر ما أصغر. زول مثلا مرته ما كان بتلي، الله رزقه بولد، قالوا: لا 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 ده ما الله، ده ودبوك الشيخ، يشيل طوالي أربع خروف يودي القبة والضريح، يمشي يطبح فيها أعتاب القبة للشيخ، ده شرك أكبر مخرج من الملة. والبهيمة دي أكلها حرام لأنها مما أهل لغير الله به.
شرك أكبر يا جماعة مخرج من الملة. حتى لو صاحبه بيصلي وبيصوم لكن شال له خروف مشى طبعه في القبة تقرب لهذا الشيخ المدفون، ده مشرك شرك أكبر. كذلك من أمثلة الشرك الأكبر والكفر المخرج من الدين ومن الإسلام أيضا الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ليه قلنا فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ لأن الاستغاثة نوعين، لأنهم زادهم بيلبسوا على الناس. أنا سمعتهم في بعض محاضراتهم يقول ليك الوهابية بيقولوا الاستغاثة بغير الله شرك، في القرآن فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، عارفيننا. لكن دي نوع من الاستغاثة. الاستغاثة نوعين، استغاثة بما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه شنو؟ المخلوق. استغثت بأخوك، عربيتك اتعطلت دار تتحرك في الشارع، ناديت زول يا جماعه الحقونا تعالوا، كل زول جاب تراب طفاها، هنا استغثت بالناس بالمناسبه، دي استغاثه. لكن ده ما شرك، ده بيجوز مباح، لانك استغثت بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، دي حاجه الزول بيقدر ليها. اما النوع الثاني دي الشرك، وده خلافنا هنا، يعني ما في ذاك في الاول. وكذلك الاستعانه نوعين، نفس الاستغاثه في مسألتنا نوعين، فيما يقدر عليه المخلوق وفيما لا يقدر عليه الا الخالق. فالاستغاثة والاستعانة كذلك النوع الثاني فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. تعرف تستغيث لتنزل الأمطار، ما يجوز تستغيث بشيخ. لو استغيثت بشيخ أنت كفرت، ما تقول لي حجر سبع مرات وضربت جنبات الباب بونش أبيض ويا داخل هذا الدار صلي على نبي المختار وألف على الحبيب، برضو مشرك. بالباب بتاعك ده أنت مشرك، خلاص. أنا ما أقصد الكتابة، ببابك ده أنت مشرك، مشرك. فما ده ما بيحلك، لأنه ربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حج باطل، حابط. صيام رمضان صايم ليك 70 سنة كله حابط، شفت كيف؟ الصلاة بيصلي ليك 70 سنة كله حابط. إذا ندهت واستغثت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أنت مركت بر الدين، لا بينفعك حج ولا صيام ولا صلاة. وأي مرة مشت لها لفقي أو شيخ قالت لها يا أبوي الشيخ أنا ما عندي جنة الدين، الجنة دي مرقت بر الدين، طوالي مرقت بر الدين، لابد أن نسيبهم الكلام ده. ودي سبب النكسة يا جماعة الحاصلة للأمة الليلة، والله الذي لا إله غيره. ديل هم ضللوا الناس وضيعوا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فلو ما بينا هذا الكلام للناس بعلم وبحجة وبرهان من الكتاب والسنة، الوطة ما بتصلح أبدا. وما هم كورك وعملوا مشاكل وعملوا جوطة، هذه الشغل قوم، احنا ما جينا شاكل زول، صح قادرين ندافع عن نبينا بإذن الله تماما، خلاص. لكن احنا ما جينا شاكل زول، احنا جينا نبين الحق، جينا نبين التوحيد. بنقول كذا والله قال كذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال. في ناس ما دارين كلام الله لكن بغشوا عباد الله، بقول لهم نحن بنحب الرسول، كذابين. في ناس تجار بتاعين 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 دين بتاعين اسلام، تجار بعقائد الناس بعقائد المسلمين، ابو يكشفوا للناس. وانا اختم هذه المحاضره بالنسبه لانه الناس ساكنين بعيد جدا، وناس جايين من مناطق بعيده متفرغه، فرفقا بهم وما ذكر ان شاء الله يكفي لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه. ان شاء الله نصلي وننصرف، جزاكم الله خير.